السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله نبدأ بدورة القراءة المجانية للطلاب والطالبات، طبعا من مختلف المراحل. يجب على الطالب أولا حفظ الحروف العربية كاملة من الألف إلى الياء، وبعد ذلك أول درس يجب على الطالب تعليمه هو حركة الفتح لكل الحروف. فنحن اليوم بإذن الله نبدأ بحركة الفتح من الألف إلى الياء. هذا هو درس اليوم، والآن نبدأ بالقراءة. طبعا القراءة تكون مع بعض، أتمنى من جميع الطلاب القراءة مع المعلمة. حرف الألف آ، حرف الباء باء، حرف التاء تاء، حرف الثاء ثاء، حرف الجيم جاء، حرف الحاء حاء، حرف الخاء خاء، حرف الدال داء، آ آ آ، باء باء باء، تاء تاء تاء، ثاء ثاء ثاء، جاء جاء جاء، حاء حاء حاء، خاء خاء خاء، داء داء داء. حرف الذال ذاء، حرف الراء راء، حرف الزاء زاء، حرف السين ساء، حرف الشين شاء، حرف الصاد صاء، حرف الضاد ضاء، حرف الطاء طاء، حرف الظاء الضاد ظاء، حرف العين عاء، ذا ذا ذا، راء راء راء، زاء زاء زاء، ساء ساء ساء، شاء شاء شاء، صاء صاء صاء، ضاء ضاء ضاء، طاء طاء طاء، ظاء ظاء ظاء، عاء عاء،
حرف الغين غاء، حرف الفاء فاء، حرف القاف قاء، حرف الكاف كاء، حرف اللام لا، حرف الميم ماء، حرف النون ناء، حرف الهاء حاء، حرف الواو واء، حرف الياء ياء، غ غ غ، ف ف ف، ق ق ق، ك ك ك، ل ل ل، م م م، ن ن ن، ح ح ح، و و و، ي ي ي. أتمنى من الطلاب أن يرددوا خلف المعلمة لكي نراجع جميع الحروف من الألف إلى الياء بحركة الفتح. آ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ك ل م ن ح و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ح و ي. هذا هو درس حركة الفتح، وهو أول درس من دورة القراءة العربية.